يقول السائل: ما حكم الشرع في من يسافر خارج بلده ثم يتزوج هناك بنية الطلاق وبعد فترة يطلقها ويرجع إلى بلده؟ هذا تلاعب، هذا تلاعب بالزواج، تلاعب ببنات الناس والنساء المسلمين. الزواج ما يكون بنية الطلاق، يكون الزواج زواج رغبة واستمرار، فإن صلحت له يستمر معها، وإذا ما صلحت يطلقها. أما إنه ينوي وبيت النية من الأول إنه يتعبر بها أيام ثم يطلقها وهي ما دريت، تحسب زوج مستمر وليها ما درى، حسب زواج مستمر وخدعهم، هذا لا يجوز، هذه خديعة. نعم. ثم أيضا أولاده لو قدر أنها تحمل، وين يروح حملها؟ وين تروح ذريته؟ يضيعها ولا يدري عنها، بهيمة يعني، ما يصلح هذا. الزواج عقد وعهد وميثاق وتأسيس أسرة واستقبال أولاد، ما هو بالزواج لعب بس للشهوة وخلاص. نعم.